شوفي يا شوفي يا لا شوفي يا السلام عليكم عواشر مبروكه. كنتمنى تدخل عليكم الصحه والعافيه وان شاء الله بكل ما كتمنوا جميع المغاربه. اليوم كيف ما كنتواجدوا هنايا في ساحه الخاصه مدينه تطوان بمناسبه ليله القدر، فرحنا بالوليدات ديالنا كما كتشوفوا، طلعناهم هنا عملنا لهم الشده التطوانيه. هذه معروفه بمدينه تطوان، الشده التطوانيه دي الطقوس ديالنا دي التطوانيين. بمناسبة هذه الليلة هذه عملنا لهم الشدة وطلعناهم هنا الخاصة يتصوروا مع بنيسات هنا في حالهم، وهنا منظر مزيون وصافي. السلام عليكم، أنا اسمي إسراء بوزيد من تطوان، لأن يما فرحانة بزاف حيتاش ماما عدلت لي فرحت بي وعدلت لي الشدة التطوانية. السلام عليكم، انا فرحانه حيت ماما خرجتني للشارع الخاصه حيت صايمه، حيت صايمه اليوم ليله 26. ماما عملت لي الشده وخرجتني هنايا دوار بيا في الشارع. السلام عليكم، بالنسبه لليوم فرحنا بالوليدات ديالنا بالنسبه لهذا النهار ديال ليله 26 صاموا، وفرحنا بهم، خرجناهم باش ندورو بهم باش يشوفوا الاجواء ديال 26 كي دايره. خرجنا نفرحوا بوليداتنا وتفاعلوا معاهم الناس، جاوا تصوروا معاهم وفرحوا بهم والله يجازيهم بخير. السلام عليكم، انا اسمي ملك اولاد الحاج في عمري 10 سنين، وانا فرحان بهذه المناسبه 26 ليله القدر. انا ماما لبستني شاده واختي لبستها الاميره، حنا فرحانين بزاف. كنقول شكرا، كنشكركم كامل. السلام عليكم، انا اسمي امل اولاد الحاج في عمري 12 سنه، وانا اليوم فرحانه حيت ماما لبستنا هذه انا واختي. انا لبست من الاميره وهي لبست الشده، وانا صمت 15 يوم وفرحانه بهذه المناسبه اليوم الليله 26.